أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل من طاف حول الكعبة يجب عليه أن يصلي ركعتين؟ وهل صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف؟ نعم، من طاف بالكعبة فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين بعد الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت أتى إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عند مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين تسميان ركعتي الطواف.